الله يسعد مساكم يا اخواني، شلونكم؟ طيبين؟ عساكم بخير، الله يمسيكم بالخير. اليوم باذن الله انا بنسوي معاكم سلمون. عندي سمعه السلمون هني، طبعا ايكم السلمون بهذه الطريقه، بس طلعنا طبعا صرخنا الجلد ماله، هذا الجلد صرخنا. عندي ثوم هني، زيت الزيتون طبعا ملعقه ثوم واحده، 3 معالق كبيره ما تاكل زيت زيتون. هني عندي الباربيكيو، وعندي ملعقتين خل، وعندي عسل. اللي يبي يستبدل العسل بالسكر الاسمر هذا شيء راجع له. وهني عندي الاسماك اللي هي السلمون اللي بدون عظم، الفيليه، نعناع مجفف، روزميري وزنجبيل، بس الزنجبيل انكت عليه شويه ماي صار لونه كذي، فلفل احمر، فلفل اسود، ملح، شبنت، ليمونه، ابي ابشرها. اوكي، نبي هذا الليمون، ابي ابشرها هني بهذه الطريقه. قشر الليمون حطيت فوق الثوم، حطيت زيت الزيتون، حطيت الخل.